هذه الحين هذه هاي يا اخي لا تطقها بايل كذا طقها سيده 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 وانت وش دخلك انت قص وخليك بقصك انا قاص سيده انت مشكلتك تطق مايل يا بخر بخر هاي خلي بقص انا شفت طلع من هنا قايل لك عليك هنا انا خلصت هنا ها يا اخي والله يا اخي ابو سيف ظلمنا يا اخي لا ما ظلمنا عشان طلع مهاراتك المهريه الخشبيه ايه لازم انا هذا اذا خلصت هنا ها كم تبي من قطعه انا ابي 15 عشان للعمل اي سوي مشروع امسك امسك راح اخلطك هذا يا اخي ترضى اصبعي يطلع لي فيها هذا يدور لا ما ارضى ما ارضى طافي ها ها كويس خلاص ماشي يلا نقلبها نقلب شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة.